ما تعملوش مشاكل مع البورسعيدية، تمام؟ عشان هما شايلينها لنا من المرة اللي فاتت. في ايه يا عم حمادة؟ احنا بعون الله نسد مع اي حد، بس انت ادعي لنا. كله على الله ان شاء الله. طب انا ايه بقى شكلي هسحب عشان العيلة عمالة تزن؟ سلام. ماشي يا تيفا، خد بالك من نفسك يا ولد، خليها على الله. سلام. ونعم بالله. سلام يا حبيبي.